وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص على قناة ميدي ان تي في. نستضيف خلاله سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط دوايت بوش. سعادة السفير السلام عليكم. بونجور. منذ سنتين تم تعيين معاليكم على رأس السفارة الأمريكية بالرباط. وقتئذ شرفتمونا بالمقابلة الأولى لكم على التلفزة المغربية. شكرا لكم مجددا. معاليكم، ما هو تقييمكم للسنتين الأولتين لكم هنا في المغرب؟ أولا من حيث الشق الدبلوماسي. خديجة، شكرا لك على استضافتي. يسرني أكون معكم هنا في طنجة مرة أخرى. ومنذ جئت هنا إلى المغرب، أولويتنا كانت هو تعزيز الشراكة الطويلة والممتدة في زمان بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب. ومن أجل ذلك سافرت على امتداد هذا البلد، وقضيت وقتا طويلا مع صناع القرار والقادة والناس العاديين والحكومة ومع مثل القصر، لتحقق من الجميع يعرف ويفهم بأن العلاقة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تكتسي أهمية قصوى. أولويتنا دائما كانت في دائما المستوى الدبلوماسي وتعزيز هذه العلاقة، وهذا تم على مستويات وأشكال كثيرة. في الرباط التقينا بممثلي الوزارات والقصر وأكادير، أيضا قضينا وقتا مع الوالي ووجدة، سافرنا والتقينا بالساكنة المحلية. محاولة منا لفهم حاجية المغاربة العاديين والقادة للتحقق مننا يمكننا دعم هذه العلاقة والشراكة. فيما يخص الشق الاقتصادي، هل لكم تحدثون عن البرامج التنموية التي أطلقتها السفارة الأمريكية في مختلف أنحاء المغرب على مدى السنتين الأخيرتين؟ هناك بعض الأشياء التي نحن فخورون بها. أولا، عندما جئت هنا أنجزنا الرزنامة الأولى لتحدي الألفية التي يبلغ ميزانيتها 700 مليون، ثم حددنا أيضا الرزنامة الثانية حوالي 450 مليون دولار. وهذا البرنامج الجديد سوف يتم فيه تعزيز التكوين المهني والتعليم الثانوي والإصلاح العقاري أيضا وبناء أسس بنية أعمال مناسبة في المغرب. إضافة للرزنامة، هنا شجعنا مختلف المقاولات الأمريكية للاستثمار في المغرب، وهناك مقاولات في قطاع الطيران وفي قطاع السيارات وفي قطاع الاستثمار التي ترغب في الاستثمار هنا ومهتمة بالاستثمار في هذا البلد. مثلا في الأسبوع القادم سوف يتنعقد مؤتمر حول تنمية المقاولات، والآن لدينا حوالي أكثر من 100 مقاولة تريد الحضور. سنعود إلى هذا فيما بعد. أولا، دعنا نتحدث عن الإنجازات الثقافية والإنجازات في مختلف المجالات هنا من قبل السفارة في المغرب. إحدى الأشياء التي أنا شخصيا فخور بها جدا هو الاستثمار الذي قمنا به حول الشباب على امتداد البلد، وأيضا استثمارات في المجتمع المدني وفي مجهودات للارتقاء بالشباب وحثهم على الإطلاع على بعض الخصوصية الثقافية الأمريكية. مثلا، إحدى الأنشطة المفضلة لدي هي زيارات بعض مراكز التدريب اللغة الإنجليزية، حيث هناك الشباب يتعلمون في إطار برنامج أكسس للغة الإنجليزية. واستثمرنا أيضا في منظمة تسمى تيبو، وهي منظمة تشجع الروح المقاولاتية، تستعمل كرة السلة كرافعة لتعلم الشباب. وقد قدمنا مؤخرا بعض الكراسي المتحركة لحث الشباب أو أطفال ذوي الحاجيات الخاصة للمشاركة في هذا البرنامج. استثمرنا أيضا في مثلا الصناعة التقليدية ودعم النساء الحاملات المشاريع لتعزيز والرفع من قدراتهن المقاولاتية لتعزيز وما يكون تداعيات إيجابية على المجتمع. إذن يخلد أو يحتفل اتفاق التجارة الحرة بالذكرى العاشرة، ومع ذلك بعد انقضاء 10 سنوات لم يتمكن المغرب من تحقيق الطاقة القصوى لهذا الاتفاق من هذا الحجم. كيف يمكن تدارك هذا الأمر؟ أتفق معك سيدتي بأن الطاقة الكاملة لهذا الاتفاق لا زالت أمامنا، ولكن ينبغي أن نفهم أيضا بأنه أثناء هذه 10 سنوات الأخيرة المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تضاعفت من أقل من 500 مليون دولار إلى
حوالي مليار دولار، والمتحدة الأمريكية هي الشريك الاقتصادي الثالث للمغرب. ومع ذلك على الرغم من كل هذا فهذا يمثل إلا 5.7 من مجموع الصادرات. إذن فهناك فرصة للنهوض بهذه الاستثمارات، ونعمل مع نظرائنا بشكل جاد مع نظرائنا في وزارة التجارة والمالية لوضع آليات إضافية لارتقاء بهذه المبادلات التجارية. وأنا واثق ومتفائل بأن الاتفاق الحر سوف يصل إلى سرعته القصوى. وما نقوم به أيضا هو برنامج USAID وكالة التعاون الأمريكية، مساعدة الناس على الاستفادة والشركات الاستفادة من هذه من اتفاق التجارة الحرة. نساعد المقاولين والمقاولات الصغرى والوسطى لتقصي واستقصاء كل إمكانيات تجارية، ونحرص على أن يفهم ويتفهم المغرب أن هذا اتفاق متكافئ. هل تعتقدون أن هذا الاتفاق الحر يمكن أن يمتد إلى باقي الدول جنوب الصحراء من خلال المغرب؟ نعم، هذه نقطة مهمة. هذا التجارة فقط التجارة الحرة الوحيد الذي عقدناه مع بلد إفريقي هو مع المغرب، إلى درجة أن الشركات يمكن الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة من خلال مثلا القيام بتجميع المنتجات التي يمكن بعد ذلك إيصالها إلى الأسواق الأمريكية، وهذه فرصة رائعة. وأنا مدرك بأن صاحب الجلالة لديه رؤية حتى يتسنى المغرب أن ينخرط في التجارة البينية الإفريقية. يمكن نستفيد من اتفاق التجارة الحرة لتشجيع تنمية هذه الاقتصادات، ونحن ندعم كل هذه المفاهيم من هذا القبيل. تحدثتم عن قطاع الطيران والسيارات، المقاولات الأمريكية في الواقع. هل تعتقد بأن بزوغ هذه القطاعات الجديدة في المغرب من شأنه أن يحث بعض المستثمرين والزبناء الأمريكيين للمغرب؟ هم بالتأكيد ذكرتم هذا القطاع، قطاع الطيران، وشركات مثل بوينغ سوف تستثمر وتتابع استثمارها بشكل كبير. فهناك شركات تطلع إلى توسيع حضورها وانخراطها في المغرب، وهناك شركات في قطاع الطاقة تود الاستثمار وتشجيع المبادلات. إن تنويع الاقتصاد من هو أمر هام، فكل ما يساعد على خلق فرص الشغل ومزيد من الاستقرار سوف ندعمه، وندعم كل شركائنا بشكل كامل من أجل إنجاح ذلك. أشرتم إلى المؤتمر الأمريكي المغربي لارتقاء قطاع الأعمال. ما هي في رأيكم الأهداف المتوخاة من تنظيم هذا اللقاء الكبير؟ هدفنا في الواقع هو إحضار الشركات الأمريكية في المغرب حتى يفهموا بشكل أفضل السوق المغربية وحتى يأخذوا قرارات مستنيرة حول الاستثمار. وفي هذه اللحظة يسرني نقول بأنه أكثر من 100 ممثل لشركات أمريكية سوف تزور المغرب في الأسبوع القادم حتى على الاستثمارات. وفي سياق هذه الزيارة هم سوف يودون الاطلاع على أشياء مثل ممارسات قطاع الأعمال وسيادة القانون وبنية قضايا مرتبطة بالنقل والبنية التحتية وكيف الحفاظ على المهارات واستقطاب المهارات. مع مغادرتهم لهذا اللقاء آمل بأن الكثير من هذه المقاولات سوف تقوم باستثمارات مباشرة في المغرب إن شاء الله. مع الأردن أو لجانب الأردن، المغرب هي الدولة الوحيدة في منطقة الميناء المخولة لاستفادة من برنامج تحدي الألفية. تم التوقيع على الرزنامة الثانية في شهر فبراير. ما هو تقييمكم لمدى نجاح الرزنامة الأولى؟ الرزنامة الأولى عرفت نجاحا كبيرا. نعتقد بأنه بفضل الرزنامة الأولى هناك الآن بنية تحتية في بعض القطاعات الصناعية التي تساعد على إبراز وتحسين كم المبادلة التجارية مع المغرب. يقال إذا ما أعطيتك سمكة يمكن تغديك اليوم، أما إذا علمتك الصيد فأنت سوف تعيش على مدى حياتك على ذلك. إذا هناك قضايا هامة تهم مختلف القطاعات على قرار بالصيد البحري أو صناعة تقنية وما شابه، فهناك أسس قوية الآن متينة موضوعة، ومن ثم يمكن لنا متابعة رزنامة ثانية سوف تهم إصلاح العقاري والتكوين التدريب المهني. إذن الرزنامة الثانية هي امتداد للرزنامة الأولى. على ذلك ما هي بعض الدروس أو العبر المستخلصة
بلوغ الطاقة القصوى للرزنامة الثانية. في الأسبوع القادم سوف نحتفل بهذا ورئيسة تحدي في سعود المغرب. والأشياء الهامة التي يمكن استخلاصها أولا هو أنه ينبغي بناء بنية تحتية تشجع الاستثمار وتضمن كل العوامل التي تساعد على قيام اقتصاد مثل سيادة القانون على أن تحقق من المقاولات تشعر بأنه إذا جاءت استثمار في بلد ما فإنها سوف تكون هناك سيادة قانون سوف تحترم وتحمي أسرها. ينبغي أن هناك أن تتحرى الشفافية فالمقاولات الأمريكية حريصة على أن تكون الممارسات كلها شفافة وهذا أمر هام بالنسبة لها. ومع ذلك ينبغي التركيز على أن نتحرى أن الوزارات الداعمة لهذا البرنامج ينبغي أن تفهم هذه البرامج وأن تكون جاهزة للانخراط والالتزام على المدى الطويل من أجل نجاحها. الحصة الرابعة الدور الرابع للحوار الاستراتيجي مرتقبة قريبا في الرباط. فمنذ 2012 كان هذا الحوار يروم مزيدا من التقارب بين حليفين تاريخيين وأضحى هذا التعاون أكثر إلحاحا بالنظر إلى السياقين الحاليين الإقليمي والدولي. أنت محقة تماما. بالنسبة لنا نحن هذا الحوار الاستراتيجي هو آلية هامة من أجل العمل مع شركائنا حول مجالات لدينا فيها مصالح مشتركة وهواجس مشتركة. وكما أشرت اليوم على امتداد العالم الأشياء مثل محاربة الإرهاب والتطرف وقضايا الأمن والإرهاب وتقاسم المعلومات ومعالجة قضايا حقوق الإنسان وتحقق من أن الاقتصاد ينمو حتى سن للشباب أن يحصلوا على فرص عمل. كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى الاستقرار. نحن فخورون بالحوار الاستراتيجي الذي خضنا فيه مع المغرب ونحن نعول على أن هذا سوف ينظر إليه على أنه ناجح ولقاءاتنا مجددا سوف تبين لكم مدى التزامنا. المغرب طلع بدور أساسي في صياغة حل إيجابي للخروج من أزمة ليبيا. هذا يعزز الدور الدبلوماسي العتيد للمغرب في المنطقة. صاحب الجلالة والحكومة المغربية ينبغي أن نشيد ب دورهما وانخراطهما الدبلوماسي الذي اطلعوا به في ليبيا. وكما تعلمون في هذه المنطقة إذا كان هناك بلد غير مستقر فهذا سوف ينسحب على باقي البلدان. ومن ثم أعتقد بأنه من أهمية المكان أننا ينبغي أن نحاول أن نسعى لتمكين استبدال الاستقرار في ليبيا. ونحن فخورون بأن نرى هذا الالتزام الذي أبان على المغرب في دعم المفاوضات هنا وبحيث أنه كان محاورا فعالا لمعالجة قضية الليبية. بالنظر إلى التقلبات السياسية والانشغالات الأمنية في منطقة الساحل كيف ترى الولايات المتحدة الأمريكية دور المغرب لتقليص من التجارة غير الشرعية ومناهضة التهديدات الإرهابية من خلال الإدمان هنا؟ نرى المغرب على أنه شريك قوي في هذا المجال والمغرب هو نائب رئيس منتدى محاربة الإرهاب ونحن دعمنا وندعم المغرب في هذا المنصب. أولا لأن على اطلاع بمهارة المغرب وثانيا مدى التزامه في محاربة الإرهاب على امتداد العالم. ونحن نعرف بأن البنية التحتية الأمنية هنا هي قوية ومتينة وتمثل نموذجا يحتذى لما ينبغي أن تكون عليه بلدان أخرى لتحقق من هذا المنطقة تنعم بالسلام. وإذا لم ينعم العالم بالسلام فلن ينعم أي منطقة بذلك. ومن ثم نحن نستمر في تعاوننا الوثيق مع دول مثل المغرب لتثبت من أننا نستفيد من مهارات المتاحة لهذا البلد. المغرب ضمن بلدان أخرى إفريقية تشارك في المناورات البحرية العسكرية المنظمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية المسماة بأوبانغام ساحل إكسبرس 2016 والتي تروم رفع قدرات
القوات البحرية لهذه الدول، هل هذه المناورات تندرج ضمن تبادل عادي للخبرات أم أنها مؤشر على وجود تهديد أطلنطيكي محتمل؟ أعتقد أن الأمر هنا يتعلق بالتحضير الجهوزية بشكل عام. فنحن مسرورون بهذه المناورات، التعاون في هذه المناورات العسكرية والبحرية، فهذا استثمار لمنع المشاكل. وسواء تلاقوا بمناورات البحرية أو التدريبات في إطار برنامج الأسد الإفريقي الذي نقوم به سنويا والذي يشكل أكبر المناورات العسكرية في إفريقيا، فالأمر كله يتعلق بمجهودات من أجل التثبت من جهوزيتنا للتعاطي مع أي مشاكل قد تنبثق. ومجددا المغرب هنا يبدي بلاءه الحسن من خلال المشاركة في هذا البرنامج. في الأسبوع الماضي تم عقد قمة حول الأمن النووي بواشنطن العاصمة، شارك فيها المغرب، وكان إحدى المواضيع الأساسية يهم منع التهديدات النووية الإرهابية المحتملة. كيف ترون دور المغرب في هذا المجال؟ أعتقد أننا مجددا هنا دور المغرب هو أولا بلد يتفق على أن نشر هذه الكفاءات النووية هي غير مفيدة لنا، والمغرب بعث برسائل واضحة باتفاق معنا بأن نشر هذه الانتشار النووي ليس مفيدا لأي طرف، وبالتالي فمن أهم المكان أن يركز المغرب على الأمن الداخلي للبلد بشكل سليم للتحقق من أن هناك دعم يستفيد منه في كل مجالات حاجياته، وبالتالي هذا من شأنه ردع الدول الصديقة حتى لا تنخرط في هذا المجال للحصول على هذه القدرات. ما هو الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية إذا التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء؟ أعتقد أن ما حدث هو مؤسف، والأمر في الواقع معقد، ولكن هناك آلية موضعها لتسوية ومعالجة هذا الأمر. ومن منظور الولايات المتحدة الأمريكية ما زلنا نؤمن بأن مخطط الحكم الذاتي يتسم بالجدية والواقعية والموثوقية، ونأمل ونتوقع بأن هذا سوف يفضي إلى حل سلمي ومستدام ومفيد لكل الأطراف المعنية. ونحن نعتقد أيضا بأن ليس هناك تغيير في موقف الأمم المتحدة حول قضية الصحراء. في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية كيري، مجموعة من 40 نائب ونائبة ديمقراطية وجمهورية، قالوا بأن قضية الصحراء هو أساسي بالنسبة للمغرب وأيضا لأمنه القومي. وأضافوا أيضا، وهنا أقتبس، إنه من مهم مكان أن وزارة الخارجية تعيد تأكيد أن السياسة الأمريكية حول الصحراء لم تتغير على مدى سنوات. نهاية الاقتباس. هل تعتقد بأن هذه الإدارة في الواقع تعيد نفس الشعور؟ سمعتم على التو السفير الأمريكي في المملكة المغربية يقول بأننا نؤمن بأن مخطط الحكم الذاتي يتسم بالواقعية والجدية والموثوقية. ما هو إسهام الولايات المتحدة الأمريكية لحل مشكلة تدعى أكثر من 40 سنة؟ مجددا قبلنا المسار الأممي ونعمل بشكل حثيث مع زملائنا في الأمم المتحدة للمضي قدما لتسوية هذه الوضعية والمشكلة. على هامش المنتدى الدبلوماسي الذي انعقد الأسبوع الماضي في واشنطن العاصمة، القائد السابق للقوات الأمريكية جنرال ويليام وورد ثمن مجهودات المغرب في احتواء تهديدات التطرف من خلال مبادرة تكوين وتدريب الأئمة، كما أطلق ذاك صاحب الجلالة محمد السادس. هل تعتقدون بأن نجاح هذه المبادرة في الدول الإفريقية والعربية من شأنها أن تحث على برامج مماثلة؟ دعوني أولا أقول بأن نحن نثمن الريادة لصاحب الجلالة محمد السادس والشعب المغربي من خلال محاولتهم للتثبت من أن هناك مجهودات من أجل إسلام معتدل
في هذا البلد وأيضا في على امتداد إفريقيا. من المهم الآن أن نرى هذا، لأن هناك من في الواقع اختطف الإسلام من أجل غايات ذاتية ومصالح ذاتية، وهذا يلهينا ويبعدنا عن قوى وجمالية هذا الدين. والمغرب من خلال هذه المبادرة الرائدة يقوم بعمل عام، ورئيس أوباما منذ أسبوعين في خطابه في بالتيمور أشار بشكل مباشر وصريح إلى العمل الذي ينجز في المغرب من خلال تكوين الأئمة. أنا حالفني الحظ هذه السنة لحضور مؤتمر مراكش حول التسامح الديني، وهنا لديك هنا حضر مئات القادة من مختلف أنحاء العالم للتحدث عن أهمية التسامح. هذه الرسائل التي تأتينا دائما من المغرب والتي لها تداعيات كبيرة على امتداد البلدان وفي هذا البلد أيضا، إلى درجة أن هناك أشياء يمكن أن تفهم الناس والأمريكيين هذا المنظور الذي يهم الإسلام بأن هذا شيء مهم ومثير بالنسبة لنا. في بداية هذا المقابلة أشرتم معاليكم إلى أن بعض الشركات والمقاولات الأمريكية تود الاستثمار في قطاع الطاقة. كيف للشراكة بين المقاولات البيئية الأمريكية والمغربية أن يتم استثمارها وتشجيعها؟ إحدى الأشياء التي تهمني أيضا وأنا فخور بها هو التقاء المغرب كمحتضن لكوب 22. هذا يصدق وضعية المغرب حول القضايا البيئية، وعندما نرى أن هناك بلد له اقتصاد ناشئ وقادة يقولون بأنه في أفق 2020 40% من استهلاك الطاقة سوف يكون مصدرها من الطاقة المتجددة، فهذا شيء قوي ونثمنه، وهذا الاستثمار هو قوي لأن هذا الرأي ندعمه، ومن ثم دعمنا المغرب ليحتضن كوب 22. وسواء تعلق الأمر بالحفاظ على المحيطات أو تناول أي قضايا تهم البيئة أو سواء تعلق الأمر بممارسة الفضلة، فإن المغرب دائما كان رائدا وناشطا في هذا القطاع، وسوف نعمل يدا في يد لنتحقق من تحقيق أهدافنا. وطالما أشرتم هنا العمل يدا في يد لتحقيق هذه الأهداف، هل ربما نفكر هنا في طريقة لتحقيق أهداف مرتبطة بالقطاع قطاع السياحة لجذب مزيد من الأمريكيين للمغرب؟ نعم، أعتقد أن قطاع السياحة في الواقع والفرص المتاحة هي مهمة لسببين. السبب الأول هو هناك أثر مباشر اقتصادي، كما سبق أن قلت في الماضي إن الطاقة السياحية للمغرب لم يتم استنفادها من منظور الأمريكي، فهناك بعض المسافرين النخبة الذين يأتون هنا لقضاء وقت جميل هنا وينفقون أموالا هنا، وهناك من هم في الواقع زوار رحل يأتون مثلا من إسبانيا لقضاء يومين في المغرب، ومعظم السواح إذن لا يفهمون ولا يستفيدون من التاريخ والثقافة الثرية لهذا البلد الجميل، ومن ثم فهناك أيضا فرصة اقتصادية وسبب اقتصادي، وهناك أيضا دواعي فكرية للقيام بتشجيع هذا السياحة. والأمريكيون عليهم أن يفهموا بأن ليس هناك وحدة من حيث كتلة الإسلام، فهناك دول تتميز عن بعضها البعض، والسياحة تتيح للأمريكيين فهم المركز المغربية، وفي السفارة نحن نشجع في الواقع على مزيد من السياحة من أمريكا هنا إلى المغرب. إحدى الأشياء التي تستقطب وتجذب في الواقع سواء هي الطهي. ما هو طبقكم المفضل وكيف يترتب وما هو ترتيبه بالنسبة لأطباق المفضل لديك العشرة؟ إذا ما رأيتم فيديو يوتيوب في السنة الماضية مع الشيف خديجة فسوف تعلمون بأن في الواقع أنا أحسن إعداد الحريرة بنفسي وأحبها، وأحب أيضا الكسكس المغربي وأحب الطاجين. والتحدي الكبير بالنسبة لي في المغرب بصراحة هو أن أحاول أن لا يزيد وزني 20 كيلوغرام أثناء أدائي مهمتي في المغرب.
بالتأكيد كنت منشغلا على مدرستي الأخيرتين وبالتالي هذا لن يؤثر على السمنة ولن يزيدك أي كيلوغرامات. شكرا لك على تفضلكم بإتاحة هذه الفرصة لنا ونتطلع إلى مقابلة أخرى. يسرني أن أكون معك السيدة خديجة وشكرا لك. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء الخاص الذي استضفنا فيه سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية دوايت بوش. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.